أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج صحافة المساء، نستعرض فيها أبرز ما أوردته الصحف المحلية والعربية والعالمية عن اليمن. أهلا بكم. البداية من موقع المهرية نت الذي سلط الضوء في تقرير على عودة أزمة الوقود في محافظة أرخبيل سقطرى مجددا وسط شكاوى مستمرة من قبل السكان الذين يتهمون الإمارات بالوقوف وراء ذلك. يقول التقرير إن ذلك يأتي في ظل رفض مندوبي الإمارات السماح ببيع المادة للمواطنين وكذلك منع المجلس الانتقالي الممول إماراتيا السفن التجارية من إنزال حمولات نفطية للأرخبيل. عدد من المواطنين الواقفين أمام المحطات قالوا للموقع إن مندوبي الإمارات يرفضون بيع الوقود للمواطنين ولديهم ما يكفي لتغطية الجزيرة بشكل كامل ويستمرون في احتكار المشتقات النفطية وسط حاجة المواطنين الماس لها. ووفقا للتقرير فإن المجلس الانتقالي لا يمارس دور الدولة وإنما يمارس دور المحتل الذي تقوم سياسته على المقايضة. وقد تسببت الأزمة بقطع الطرقات بسبب توقف المركبات على طول الشوارع أمام محطات الوقود الفارغة. نشر موقع الحرف 28 تصريحات لمحمد المسبحي المتحدث باسم المؤسسة العامة للكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، حيث حذر من خروج وشيك لمنظومة الكهرباء جراء نفاذ مادة المازوت. المسبحي قال إن إجمالي توليد الكهرباء انخفض إلى 71 ميجاوات في جميع محطات مدينة عدن نتيجة نفاذ الديزل، ويشير إلى أن إجمالي ساعات انقطاع التيار الكهربائي وصلت إلى 5 ساعات قابلة للزيادة في حال خروج باقي محطات التوليد. ووفقا للموقع فإن مؤسسة كهرباء عدن التي تضم 5 محطات لتوليد الطاقة تعاني من انقطاعات متكررة ومستمرة طوال العام تزداد ضراوة في فصل الصيف. أوردت صحيفة العرب الجديد تقريراً لتحذيرات أطلقها خبراء اقتصاد ومصرفيون من أن الاقتحامات والاعتداء المسلح قد تتسبب بانهيار القطاع المصرفي في اليمن. ووفقا للتقرير فإن القطاع يمر بأسوأ مرحلة له منذ بداية الحرب الدائرة في البلاد لما يزيد على 5 أعوام، حيث أن المصارف اليمنية شبه معطلة وفي وضعية كارثية تنبئ بانهيارها بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة مع توقف الدورة النقدية في القطاع المالي في البلاد. التقرير يلفت إلى أن ما يعيشه القطاع المصرفي في اليمن سبب في انخفاض المستوى الائتماني للمصارف، إذ بموجب ذلك لم تعد قادرة على القيام بأي إجراءات مصرفية خارجية مثل فتح الاعتمادات المستندية الخاصة بالأعمال التجارية والاستيراد أو نقل أي أموال. موقع الخبر بوست نشر تصريحات لعضو مجلس النواب الأمريكي روخانا، حيث وصف حرب السعودية في اليمن بأنها حملة وحشية، مطالبا الرئيس المنتخب بالولايات المتحدة جو بايدن بالعمل على إنهائها. وقال خان أنه يمكن مساعدة الأمم المتحدة في إنهاء الحرب ببيان قوي من بايدن بتوقيع قرار صلاحيات الحرب التي تم تمريرها في مجلس النواب والشيوخ، وتوضيح أن أمريكا لن تقدم للسعوديين أي دعم لوجستي أو استخباري أو قطع غيار في هذه الحملة الوحشية. خان طالب السعودية بدفع تعويضات عن الصراع من خلال تغطية أو من خلال تحمل مسؤوليات الجزء الأكبر من حزمة المساعدات الدولية البالغة 5 مليارات دولار لليمن. موقع مرصد عدن ركز على توجيهات لمحافظ شبوة محمد صالح بن عديو للهيئة العامة للمحافظة أو للمحافظة على المدن التاريخية بتنفيذ المسح الميداني لمدينة حبان ومعالمها التاريخية البارزة. ووفقا للموقع فإن أهمية هذا المسح تكمن في توثيق المعالم التاريخية بشكل رسمي وقانوني وإبراز التراث المعماري.
وأيضا إعداد قاعدة بيانات لمعالم المدينة البارزة والتعريف بالإرث التاريخي الكبير وعمل مخططات للحفاظ على المدينة من أجل التخاطب مع الجهات الرسمية والمنظمات الدولية المهتمة بالتراث المعماري. ويلفت الموقع إلى أن الهيئة تعتزم تنفيذ هذا المسح في الأيام القليلة المقبلة بمشاركة فريق تخصصي من فرع الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية في شبوة. نشر موقع اليمن نت تصريحات أطلقها عضو مجلس الشورى صلاح باتيس، حيث قال إن نظام دولة الإمارات الذي قتل الجيش الوطني ومزق الصف الجمهوري لا يستحق المباركة بمناسبة يومه الوطني، وأضاف بأن دولة الإمارات قتلت الجيش الوطني ومزقت الصف الجمهوري واحتلت جزر وموانئ ومطارات اليمن وعطلت موارد الشعب بدعوى دعم الشرعية. واستطرد باتيس أن الإماراتيين سيغادرون اليمن بهدوء كما دخلوها بهدوء، لأن الشعب اليمني شعب عزيز. تطرق موقع عدن الغد للمعاناة التي تعيشها النساء في اليمن منذ زمن طويل من العنف الذي يذهب ضحيته العديد من النساء ما بين تعذيب وقتل. يقول الموقع إنه بينما يحيي العالم حملة 16 يوما الدولية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي ومواجهة العنف ضد النساء والفتيات، وفي أسبوع واحد فقط شهدت المكلة 3 جرائم كان ضحاياها 3 نساء. وبحسب الناشط أبو مهند فإن العنف ضد المرأة يعد واحدا من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا، حيث تتعرض المرأة لأشكال مختلفة من العنف الجسدي والنفسي. ولتسليط الضوء عن صور العنف والحديث عن الأسباب التي تقف وراءه، تقول الطالبة الجامعية سارة الخلاقي إن أسباب العنف ضد المرأة تستند على المعتقدات المتفق عليها، لذا تعد المعايير الاجتماعية السلبية من أقوى العوامل التي تؤدي إلى عدم المساواة بين الرجل والمرأة. سلط موقع المهر خبور على الاشتباكات التي حدثت بين مواطنين في حديبو عاصمة أرخبيل سقطرى بسبب إحراق العلم الوطني من قبل ميليشيا المجلس الانتقالي المدعومة إماراتيا. ووفقا للموقع فإن أحد مسلحي ميليشيات المجلس الانتقالي وينتمي لمحافظة الضالع قام بإشهار السلاح في وجه أحد الأطفال الذين كانوا يرفعون العلم اليمني في دوري رياضي بملعب سالمين بمدينة حديبو، وأخذ العلم بالقوة منه مما أثار غضب المواطنين. ولفت إلى أن المسلح قام بإحراق العلم الوطني أمام الجماهير ما أثار غضبهم وأدى إلى الاشتباكات مع مسلحي الميليشيات. ويشير إلى أن الدوري الرياضي تحول إلى فوضى وسط غضب شديد، حيث قام شباب الجزيرة بإنهاء الفعالية وتعرض عناصر الميليشيا الذين أحرقوا العلم للضرب من الجماهير الغاضبة. إذا مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام جولتنا من برنامج الصحافة لهذا اليوم، إلى أن نلتقيكم في الغد في أمان الله.